شيرين بيوتي تؤكد إصابتها بالعين، وأنس الشايب يؤكد على أن بيسن إسماعيل هي من قامت بإصابة شيرين بيوتي بالعين. شاهد المزيد من التفاصيل. أول خبر لدينا هو عن اليوتيوبر شيرين بيوتي التي نشرت اليوم ستوريات مؤكدة على أنها أصيبت بالأمس بالعين. من وراء ستوري قامت بنشره بالأمس أعلنت عن صفاء بشرتها. ما شاء الله، ما بعرف وين في خشب، بدي على خشب، بس بشرتي آخر فترة صايرة دم. واليوم نشرت ستوري آخر وضحت على أن بشرتها أصيبت ببتور، وأضافت على الستوري خرزة زرقاء لتحميها من العين. عطوني رأيكم بخصوص هذا الخبر. اوكي جايز، اول شي صباح الخير، تاني شي انا امبارح انا بشعري بيبسي بكل شي، واليوم فقت على هالمنظر. شوفوا الصدفة، بعد ما انا نشرت ستوري عن بشرتي عين مين ما بعرف، بس عين. المهم الخبر التالي لدينا هو عن رجوع اليوتيوبر بيسن إسماعيل وأنس الشايب إلى السوشيال ميديا بقوة. فاليوم سيقوم أنس بنشر فيديو على اليوتيوب وأيضا تيك توك وصورة على الإنستغرام، ونفس الشيء صرحت به بيسن أنها هي أيضا ستقوم بنشر تيك توك وصورة على الإنستغرام. أعطونا رأيكم بخصوص هذه الأخبار الجميلة. وقامت أيضا شيرين بيوتي بنشر تسجيل صوتي لأنس الشايب يصرح فيه أنه كان جالس مع بيسن إسماعيل وهي من قامت بإصابة شيرين بالعين. أعطوني رأيكم بخصوص هذا الخبر. شيرين، هذا التسجيل الصوت لازم تنزليه ستوري. أنا وبسان امبارح كنا قاعدين في مطعم وفتحت عندك على الستوري، شافت الفونديشن وقعدت ساعة كاملة تقول ياي ما أحلى شيرين، ما أحلى البشرة تبعيتها، يعني ساعة كاملة. اليوم الصبح أنت بتتغزل أنت بتتغزل ببشرتك في البيت، قلت له ويجي ما أحلاي، وزي هيك انه بشرتي كثير حلوه. ثاني يوم لما صورت الحب وضحك ضحك ضحك، والله ساعتين ضحك، بس عرفت انه اللي عمل هيك بسان على ما اعتقد 100%. وهي نارين قاعده وشاهده، صح نارين؟ صح. وصلنا لنهايه الفيديو، شكرا كثير لدعمكم ومحبتكم، لا تنسوا الاشتراك في القناه وتفعيل الجرس، حطوا لي لايك حلو مثلكم، بشوفكم بالفيديو الجاي.